صباح 18 من يوليوز 4/2000 حطت طائرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت رحلة قادمة من أوتاوا بكندا وعلى متنها عدد كبير من المسافرين. لا شيء كان غير طبيعي على متن الرحلة. تقدم المسافرون إلى شباك شرطة الحدود لإتمام الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي المغربية. من بينهم شاب ذو ملامح عربية قدم جواز سفره الكندي إلى موظف الأمن. اسمه إدريس العالمي. كان الشاب واقفا في هدوء، نظر إليه الشرطي من وراء زجاج الشباك، أعاد النظر مرة أخرى. كان الشاب واقفا لم يتحرك. على شاشة الحاسوب وما أن نقر موظف الأمن اسم إدريس العالمي حتى ظهرت إشارة تقول إن الشخص صاحب الاسم مبحوث عنه. حرص مسؤول الأمن على التدقيق أكثر في هوية هذا الشخص قبل أن يعمد إلى أي إجراء، ولكنه تيقن في النهاية أن صاحب الاسم مبحوث عنه. سيد إدريس العالمي، نعم، رد الشاب بنبرة متأدبة. هل لك أن ترافقني إلى هذا المكتب؟ وأشار إلى باب مجاور. لم يمانع الشاب. في المكتب المجاور كان ضابط أمن. ما الأمر؟ سأل الضابط. سيدي، حينما قمت بعملية تنقيطه ظهر أنه مبحوث عنه. ثم ناول الشرطي الضابط جواز السفر الكندي الذي يحمل اسم إدريس العالمي. انسحب الشرطي وأغلق الباب. اجلس، قال الضابط لإدريس العالمي. جلس الشاب صامتا. قام الضابط بنقر الاسم على لوحة مفاتيح حاسوبه. إدريس العالمي، إنك مطلوب منذ 5 سنوات. بضع أسئلة طرحها الضابط بيّنت أن الشاب إدريس العالمي مبحوث عنه في قضية سرقة جواز سفر. تم نقل المتهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فالموضوع يقتضي المزيد من البحث والتدقيق في جريمة سرقة جواز السفر. دون أن يفقد كثيرا من هدوئه، مر إدريس العالمي إلى الاعتراف. بدا وكأنه استعد لهذه اللحظة منذ فترة طويلة، بل إنه بتعاونه الكامل مع المحققين بدا وكأنه سعى إلى هذه اللحظة، وكأنه برمج توقيتها ولحظاتها الحاسمة. لم يجد ضابط الشرطة الذي أوكلت إليه مهمة التحقيق مع إدريس العالمي أي صعوبة تذكر، فالشاب نحى منح الإقرار والاعتراف منذ البداية. كانت اعترافاته تتيح إعادة رسم مسار حياته. جاء في اعترافاته: أنا إدريس العالمي من مواليد مدينة الدار البيضاء في 5 فبراير من العام 78/900. أتممت مساري الدراسي بالتخرج من مدرسة تكوين الأطر السياحية بمدينة طنجة في الدار البيضاء، حيث استقر والدي وكان إطارا بارزا في قطاع التعليم. لم أتمكن من الحصول على عمل. لم يكن لإدريس ابن رجل التعليم المرموق أن يتقبل بأن ينعت بالعاطل. كان عليه أن يعمل. قبل الشاب إدريس العالمي أن يشتغل في نزل شعبي في مدينة برشيد لقاء أجر شهري متواضع. وافق على العمل لسبب وحيد، هو أن برشيد ليست بالبعيدة عن الدار البيضاء. في النزل كان عليه أن يقوم بكل شيء. كانت مهمته لا تقتصر على الطبخ، ولكنها تتسع لتشمل توضيب الغرف وتنظيفها، فضلا عن القيام بمهام موظف الاستقبال. في الصباح كان يعد مائدة الفطور، وفي الزوال مع مستخدمين آخرين يقوم بتنظيف الغرف وإعدادها لاستقبال الزبناء، ثم بعد ذلك يلتحق بالمطبخ ليشارك في إعداد وجبة الغداء. بعد ذلك فقط يأخذ إدريس قسطا من الراحة استعدادا لفترة مسائية لا تقل إرهاقا. في المساء يساهم إدريس في إعداد وجبة العشاء، ثم يتحول إلى موظف للاستقبال يتولى شؤون الزبناء الوافدين، بدءا بتسجيلهم في كناش الفندق. الأشهر التي قضاها إدريس العالمي في هذا الفندق الشعبي بمدينة برشيد، مع أنها كانت مرهقة ومضنية، أكسبته عدة مهارات خاصة في مجال الطبخ، مجال اختصاصه الأول. أحلام الشاب إدريس العالمي كانت أوسع مجالا من مدينة برشيد. كان طموحه يدفعه دون ما كلل أو ملل إلى إرسال الطلبات تلو الطلبات إلى المؤسسات الفندقية الكبرى، علّه يظفر بمنصب شغل في واحد منها. ولكن لا شيء من ذلك تحقق.
23 من مايو من العام 98-900 سيحدث التحول الأكبر في حياة الشاب إدريس العلبي. مساء ذلك اليوم، وبينما كان إدريس منهمكا في إعداد مائدة العشاء للزبناء، جاءه أحد أعوان الفندق. هناك زبون يرغب في الحصول على غرفة لبضع ليال. أومأ برأسه ثم قصد إلى شباك الاستقبال. رحب بالزبون بكلمات تعود نطقها بتلقائية، وبعد أن قدم له كل المعلومات رافقه إلى غرفته، ثم عاد إلى مكتب الاستقبال لإدراج بيانات الزبون الجديد ضمن سجلات الفندق وملء الاستمارات التي توجه إلى مفوضية الشرطة. كان الزبون فرنسي الجنسية عربي المحية والسحنة. تناول إدريس العلمي جواز سفره، وكانت مفاجأته كبيرة. الرجل يسمى هو الآخر إدريس العلمي. أمعن الشاب إدريس النظر في جواز السفر. إدريس العلمي، يا للصدفة، حتى الطريقة التي يكتب بها الاسم تتطابق مع اسمه. كانت صورة صاحب الجواز وتاريخ ميلاده حدودا للفارق بين الرجلين. صدفة كهذه تجعل الخيال يسرح بعيدا. الظروف الصعبة التي كان يعيشها إدريس العلمي مستخدم فندق برشيد وليس الزبون، جعلته يمضي بخياله إلى أبعد مدى. همس لنفسه متسائلا: لما لا أستحوذ على جواز السفر وأحلق بعيدا؟ بدأت ترتسم في ذهن إدريس خطة الاستحواذ على جواز السفر. وحتى يضمن كسب الوقت، كان عليه أن يبلغ إدريس العلمي الزبون بأن قانون الفندق يقضي بأن لا يرد إليه جواز سفره إلا لحظة مغادرته الفندق. علم إدريس الطباخ والفراش وموظف الاستقبال أن سميه لن يغادر برشيد وفندق برشيد سوى بعد أسبوع، مدة بدت له كافية لتنفيذ خطته واستبدال الصورة في جواز السفر. في تلك الليلة ما أن أنهى عمله حتى قصد إلى الدار البيضاء. استقر رأيه على أن يتصل بصديق له كان يعمل في إحدى المطابع. توسل إليه أن يساعده على استبدال الصورة التي في جواز السفر المسروق بصورته. لم يقبل الصديق في البداية، ولكنه غير رأيه بعد أن وعده إدريس ب3000 درهم يسلمها له مباشرة بعد إتمام المهمة. صباح اليوم التالي، ودرءا لكل شبهة، عاد إدريس إلى عمله في الفندق. قضى يومه كما سالف الأيام. كان إدريس العلمي الزبون منهمكا في شؤونه. في المساء عاد صاحبنا مستخدم فندق برشيد إلى الدار البيضاء. كان صديقه قد نجح في اقتلاع الصورة من جواز السفر واستبدالها بصورة صديقه إدريس العلمي. كانت مراحل الخطة تضغط عليه. لا مجال للانتظار، عليه الآن أن يمر إلى المرحلة الموالية. في بيت الأسرة أبلغ إدريس والدته بأنه بصدد الاتفاق مع زبون من كندا للهجرة معه إلى هناك، ولذلك فإنه بحاجة إلى 20,000 درهم. أقنع الوالدة بأنها فرصته الأخيرة للانفلات من الوضع البئيس الذي يتخبط فيه. لم تجب الأم. كان مبلغا يفوق طاقة الأسرة، ولكنها في الصباح قصدت قريبا لها أقرضها المبلغ وقدمته إلى ولدها. اطمأن الأخير إلى أن كل شيء يسير وفق تصوره. يمر الشريط في ذاكرة إدريس العلمي بسرعة، ولكن بكل تفاصيل، وهو يقدم اعترافاته للشرطة القضائية في ولاية أمن الدار البيضاء. عاد إلى الفندق في برشيد، اطمأن إلى أن الزبون ما زال منهمكا في مهامه وأنه لم يحضر لتناول وجبة الغداء. في تلك اللحظة استأذن صاحب الفندق في الغياب لما تبقى من اليوم لقضاء أمر مستعجل بالدار البيضاء. كان له ما طلب. وفي الدار البيضاء عجل بلم حقائبه، وكان قد تدبر من قبل حجز تذكرة سفر إلى باريس. ودع أمه وطلب منها ألا تخبر أباه إلا بعد أن يتصل بها من باريس. في مطار الدار البيضاء تقدم الشاب إدريس العلمي إلى شباك التسجيل. دفع ثمن التذكرة المحجوزة باسمه، وكاد يفتضح أمره لفرط فرحته. لاحظت مضيفة أنه لا يحمل متاعا كثيرا،
طلبت منه أن تضيف إلى متاعه حقيبة لشقيق لها كانت وجهته باريس. لقاء ذلك ساعدته على إتمام الإجراءات. في باريس اتصل بأصدقاء قدامى اصطحب معه عناوينهم وأرقام هواتفهم، وفي المطار حرص على شراء تذكرة إلى أوتاوا. كان موعد الرحلة بعد 3 أيام. في أوتاوا استقر في فندق متواضع برشيد، بعيدة الآن ولا مجال للعودة إلى الوراء. بعد 3 أشهر تمكن من الحصول على عمل متواضع كانت مهمته غسل الأواني ومهام أخرى ثانوية في أحد المطاعم. ذات مرة اقترح على العمال أن يهيئ لهم الكسكس المغربي. كان الكسكس مدخله إلى الترقي في مهنته الجديدة. لقد صار الكسكس المغربي حاضرا ضمن قائمة الوجبات التي يقدمها المطعم. في السنة الأولى من مقامه في كندا، ولأنه أبان عن جد وكفاءة، قام صاحب المطعم بتسوية وضعيته القانونية. صار إدريس العالمي الآن مهاجرا شرعيا في كندا. مرت السنوات والشاب إدريس العالمي يلاقي النجاحة والنجاح، ولكن كل ذلك لم ينسه أسرته التي خلفها وراءه في الدار البيضاء. الحنين إلى الأم والأب والإخوة كان وراء قرار جريء اتخذه إدريس أن يعود إلى بلده مهما كلف ذلك. كان يعلم أنه ربما اعتقل في المطار، وكان يعلم أنه مبحوث عنه بتهمة سرقة جواز سفر المواطن الفرنسي إدريس العالمي، ومع ذلك امتطى الطائرة وعاد إلى المغرب. بعد إتمام البحث والتحقيق، وكان قد أتيح له أن يتصل بعائلته التي وكلت له محاميا، تم تقديم إدريس العالمي إلى المحكمة التي قضت بحفظ القضية للتقادم.